مشاهدينا، وللوقوف أكثر على التطورات في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال، معنا عبر سكاي كل من الكاتب والصحفي السوري الأستاذ زياد المنجد. مساء الخير. مساء النور. أهلا بكم. وكذلك الدكتور مأمون أبو عامر المحلل الفلسطيني معنا من إسطنبول. دكتور مأمون، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله دكتور مأمون. نبدأ معكم، حيث هناك معارك شرسة تجري في خان يونس وأعلان عن سقوط قتلى ومصابين جدد بين جيش الاحتلال. هل الاحتلال بات قادرا على فرض شروطه وأهدافه بعد كل هذه الخسائر؟ تحية لك ومشاهدينا الكرام. حقيقة يعني عدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لا زال يعني متعثرا، والاحتلال اوقات الاحتلال يعترفون يعني وجنرالاته بان العمليه العسكريه عمليه معقده وصعبه وتحتاج وقت طويل حتى تحقيق الاهداف. نعم. ومع الحديث عن تحقيق بعض الاهداف في بعض المناطق يثبت العكس. فالواضح تماما ان المناطق التي اعلن الجيش الاسرائيلي انه سيطر عليها سيطره ناريه اضطر للعوده لقصفها من الجو. وهذا يشير انه اذا ما دام هناك قصف جوي اذا لا يمكن ان يكون الحديث عن سيطره بريه. الجانب الاخر ان الاحتلال عمد في الايام الاخيره الى تقليص عدد الوفيات في الاعلان بعد ان يعني صدم الجمهور الاسرائيلي بعدد القتلى الاسرائيليين، وبالتالي اعتمد السياسه سمح بالنشر منذ فتره، لكن هذا التقليص واضح انه لا ينشر الا اسماء الضباط الكبار. وتم التغاضي عن منع النشر لاسباب تخص الروح المعنويه الوطنيه. وبالتالي هناك تسرب احاديث في الشارع الاسرائيلي حول التحديات، والاحتلال يضطر احيانا للاعتراف بالاصابات نظرا لان اصبحت يعني ظاهره في المستشفيات، فكل المستشفيات اصبحت تعج بالجرح الذين يصابون في الميدان في قطاع غزه. هناك تقرير اليوم اشرت اليه يدعى احرنوت قال ان حوالي 3400 جريح من الجيش الاسرائيلي قد يكونوا معاقين، من بين حوالي 12000 جريح اصيبوا في قطاع غزه. هذا في ظل هذا الوضع الاحتلال فشل حتى الان من تحقيق اي انجاز عملياتي على الارض، خاصه في موضوع ملف الاسرى، ولم يتحقق حتى اللحظه من وصول الى اسير حي، انما العمليه في اليوم الاول التي اشير اليها هناك شكوك حول حقيقه العمليه. كل العمليات جرت يعني او نتجت فيها محاولات اطلاق سراح اسرى كانت نتيجه صفريه، انه الناس يعني عادوا امواتا او قتلوا في هذه العمليه. وبالتالي هناك في ضغوطات مستمره من ذوي الاسرى، علاوه على ارتفاع ضغط ذوي الجنود القتلى ومخاوفهم المرتفعة من عدد كبير في الإصابات، وبالتالي العملية حتى الآن بدون أفق ميداني وبدون أفق سياسي، وهذا يجعل العملية العسكرية في حالة من الشك وحالة الريبة لدى الجمهور الإسرائيلي بشكل عام ولدى المحللين والخبراء بشكل خاص. نعم. أستاذ زياد، القتال مستمر في جنوب غزة منذ 4 أسابيع بشكل عنيف، إلى أي مدى بات لزاما وضروريا على واشنطن أن تتدخل لتنقذ حليفتها إسرائيل؟ أولا تحية لك ولضيفك والسادة المشاهدين. الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية معركة طوفان الأقصى لم تتوقف عن دعم الكيان الصهيوني، يعني هنالك جسر جوي بين واشنطن و تل أبيب ينقل الذخائر والأسلحة للكيان الصهيوني، واستطاعت الإدارة الأمريكية أن تتجنب أو تتخطى الكونغرس الأمريكي في إرسال أسلحة. من المعلوم أن أي مساعدة لأي دولة خارجية يجب أن تأخذ موافقة الكونغرس، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بتعاملها مع الكيان الصهيوني استطاعت أن تتخطى يعني مراقبة الكونغرس، والأسلحة عبر جسر جوي تأتي إلى الكيان الصهيوني. فالولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم الكيان الصهيوني، وإلى الآن يعني إضافة إلى دعمها الدولي ودعمها في المجتمع الدولي ومواقفها
المؤيد وإيقاف الدعم هو ما ينقذ إسرائيل. نعم، اسمح لنا أستاذ زياد أن نعود إلى دكتور مأمون. 91 يوم منذ بدء العدوان على قطاع غزة، كيف تعزز الشعور لدى أهالي المحتجزين الصهاينة ولا سيما بعد اغتيال العروري وإيقاف يعني وقف المفاوضات مع حماس؟ يعني في دول الأصل الموجودين في قطاع غزة هناك قلل القواسع، أغلبيتهم لديهم قلل القواسع بما يجري على الأرض أصلا من العملية العسكرية. نعم، في حد ذاتها من قبل هناك قلل وشك، وهناك غالبية ساحقة من الجمهور الإسرائيلي تؤيد إجراء الصفقة وعدم الاعتماد على العملية العسكرية، لأن العملية العسكرية كما قلنا أسست فشل. زاد الأمر يعني عملية أن عملية العسكرية للاغتيال يعني ربما تجر إلى جبهة جديدة في لبنان، وبالتالي يصبح موضوع الأسرى سيتراجع كثيرا، وسيما أن هناك شكوك كثيرة لدى الجمهور الإسرائيلي حول مدى التزام الحكومة. وهناك استطلاع على الرأي نشرته صحيفة معاليك اليوم أن 39% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن الحكومة يعني تعمل بما يكفي من أجل إطلاق سراح الأسرى، في حين أن حوالي 42% يعارضون ذلك، و12% لا يعرفوا ماذا هل الحكومة تعمل أو لا تعمل. نعم، وبالتالي أن هناك حوالي يعني أكثر من ثلثي الجمهور غير مقتنع بما تقوم به الحكومة في اتجاه مصلحة الأسرى، وهذا طبعا يشكل عامل ضغط كبير في داخل المجتمع الإسرائيلي. نعم، تصاعد مستمر يعني من الجمهور، وخاصة الدول الأسرى هناك يتحرك، وصل هناك طيف واسع من النخب السياسية خاصة جنس وجابي أشكناز وجابي وجنرال غازي أزنكوت الأعضاء مجلس الحرب، وكذلك عدد كبير من الخبراء والمحللين والاستراتيجيين الذين قالوا أنه لابد من أن تكون هناك صفقة تبادل أسرى قبل موضوع التعامل مع ملف حماس، لأن ملف حماس ملف لا ينتهي بأيام أو أشهر أو ربما سنوات. نعم، هنا دكتور، مع تصاعد الصراع داخل أروقة السياسة في إسرائيل، زعيم المعارضة الصهيونية يقول أن حكومة نتنياهو ليست حكومة بل كارثة وطنية كما يقول ويصف. ماذا يعني وصول الأمور إلى حالة التشظي الكبيرة داخل الكيان الآن؟ الحكومة الإسرائيلية فيها إشكالية، حالة من يعني هو المجتمع أو الدولة دخلت حالة من حالة عصبية وحالة انقسام. يعني السابقة الأحداث كانت سابقة لها في حالة انقسام حول موضوع الثورة القضائية، الانقلاب القضائي، وكان هناك حالة من الاستنفار مستمر طوال حوالي عام من قبل الحرب، وجاءت الحرب أيضا لتخمد هذه حالة الانقسام، لكن الفشل الميداني عاد مرة أخرى ليفجر الأزمة. نعم، وهذا طبعا يعني هناك عودة للاستفاق مرة أخرى للمتعصبين في موضوع ملف الانقلاب القضائي، وهناك يعني جزء الذي كان جزء معارض بقوة يعني ما زال متمسكا، وهناك قطاعات كانت محايدة في هذا الموضوع، وبالتالي انتقل جزء كثير من المحايدين في هذا الموضوع، وحمل الحكومة مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، وبالتالي هناك يعني نقمة واسعة في هذا الجمهور الإسرائيلي على الخط اليميني المتشدد الذي ينتهجه نتنياهو إرضاء لبن كثير وسموتريتش. نعم، وبالتالي أعتقد أن يعني هذا الأمور يعني هذه الانقسامات خطيرة جدا، يعني وزاد الطين بلة، الصدام الذي جرى ما بين رئيس الأركان وبين عدد من وزراء الحكومة، وكانت تصريحات قاسية جدا تجاه رئيس الأركان الذي قال له أعضاء من الحكومة أن نعم ممتلئ على الجيش، وهذا طبعا إساءة لرئيس الأركان ورئيس الجيش، وهذه أول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي أن يتعرض رئيس الأركان لهذه الإهانات، وليس يعني في أي حكومة لم يصدر أن تعرض قائد الجيش لمثل هذه الإهانات سوى من حكومة نتنياهو
هذه الأخيرة من عدد من قادة المتطرفين. نعم. وربما دكتور حدة الصراعات داخل أروقة السياسة وحتى يعني المؤسسة العسكرية ستزداد كلما يعني تستمر المعارك ويستمر العدوان على غزة. نعود سريعا إلى الأستاذ زياد. أستاذ زياد، الكونغو تنفي وجود مفاوضات مع الاحتلال بشأن استقبالها المهجرين من غزة، ما هي خطورة تكريس حالة التهجير دوليا ومخالفتها القوانين الدولية، وخصوصا هيومان رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب من خلال التهجير القسري لسكان غزة؟ طبعا هذا الأمر بعض المسؤولين والوزراء الإسرائيليين قالوا أنهم فتحوا مباحثات مع الكونغو، ولكن الكونغو نفت هذا الأمر. وهارس نقلا عن مسؤولين الصهاينة قالوا أنهم لم يفاتحوا الكونغو ولم يفاتحوا أي دولة أخرى. ولكن بالنسبة للكيان الصهيوني يسعى جاهدا لتفعيل سكان غزة، ولكن لا يعرف كيف وأين هي الطريقة. طبعا بعض المسؤولين الصهاينة طلبوا من مصر هذا الأمر ومصر رفضت، ولا توجد حقيقة لا توجد لدى الكيان الصهيوني أي وسيلة لتحقيق هذا الأمر. هم يريدون ترحيل سكان غزة، لأن بترحيل سكان غزة تنتهي القضية الفلسطينية. أنت تعلم بأن كل الحكام العرب إما مطبع أو صامت أو يعني مذعن للإرادة الصهيونية، ويبقى وحتى السلطة الوطنية الفلسطينية كذلك قبلت بمقرها في الضفة الغربية وصمتت. الآن الوحيدون الذين يطالبون باستعادة فلسطين والحقوق الفلسطينية هم سكان غزة وثوار غزة، ولذلك هم يريدون يعني أن يقضوا على هذا الأمر حتى تصفى القضية الفلسطينية وتنتهي القضية الفلسطينية. وإذا أقدمت يعني إذا أقدم الكيان الصهيوني على هذا الفعل بطريقة أو أخرى، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر التهجير القسري ويعني إحدى وسائل التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ولكن إسرائيل هي مدللة العالم. لذلك القانون الدولي الإنساني أنا قلتها وأقولها باستمرار كذبة كبرى، هو وسيلة بيد الدول العظمى لتحقيق مصالحها. إن وجدت بتطبيق هذا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسيلة لتحقيق مصالحها فتطبقه، وإن لم توجد يعني مصلحة لها لذلك فتتغاضى عنه وتتناساه. طيب. ولذلك هذا الأمر نعم. يعني بالتوازي أيضا مع منظمة Human Rights Watch التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري، أيضا الأمم المتحدة نفسها تقول أن سكان غزة لهم الحق بالعودة إلى ديارهم، وتشدد على أن القانون الدولي يحظر التهجير. فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي يقول أن 85% من سكان غزة أصبحوا اليوم مهجرين داخليا بالفعل، ويقول القانون الدولي يحظر النقل أو التنقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية. فإذا كانت المنظمات الدولية والإنسانية والأمم المتحدة نفسها تضع مسألة التهجير بأنه كأنه يعني حرب إبادة، كيف يمكن يعني إيقاف مثل هذه الجريمة؟ السؤال لي أم لبل؟ نعم نعم أستاذ زياد معك. طبعا يعني الأمم المتحدة تتكلم عن هذا الأمر، والقانون الدولي الإنساني يتكلم، والقانون الدولي يعترف بهذا الأمر. ولكن ماذا فعلت الأمم المتحدة إلى الآن؟ منذ عام 1948 حقوق الشعب الفلسطيني تنتهك، وماذا فعلت الأمم المتحدة؟ لم تفعل شيئا على الإطلاق، ومنذ أكثر من 3 شهور والكيان الصهيوني يرتكب الجرائم الكبرى بحق الإنسان الفلسطيني في غزة. ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ لم تفعل شيئا. أنا يعني حتى الأمم المتحدة هي وسيلة بيد الدول الكبرى ومن أجل تحقيق مصالحها، أما الدول الأخرى فلا قيمة لها في تفكير وممارسات الدول العظمى. ولذلك هذا أمر يعني اعترافات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لا يعني شيئا،
بعد أن غابت إرادة الشعب العربي وبعد أن صمت الحكام العرب عن يعني إنجاد ونجدة أهلها في غزة، فالكل متغاضي عن جرائم الصهيونية ومستمر الصهاينة يستمرون في قتل أهلنا في غزة لإنهاء القضية في فلسطين. أستاذ زياد، أيضا نسألك سؤال عن خطوة يعني رفع جنوب أفريقيا قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل باعتبارها ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، يعني دعم هذه الخطوة دعمتها دول عديدة ومنظمات عديدة من ضمنها تركيا وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، أهمية أن تدعم تركيا ومنظمة التعاون الإسلامي جنوب أفريقيا في هذه القضية؟ أولا تمنيت أن تدعم دولة عربية من هؤلاء وخاصة دول الصوت أن تدعم جنوب أفريقيا في دعواها ضد الصهاينة. طبعا يعني موقف تركيا مشكور وموقف كل الدول التي أيدت جنوب أفريقيا في رفعها دعوة أمام محكمة العدل الدولية مشكورة جدا، ويعني اعتمدت جنوب أفريقيا في رفع دعواها على انتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية وارتكاب الصهاينة لأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة. والمحكمة الجنائية الدولية في نظامها الأساسي تعتبر ترحيل المدنيين في حالة الحرب جريمة حرب، ولذلك فهي يعني المحكمة مهتمة بهذا الأمر ومن ضمن مسؤولياتها العمل على ذلك. والكيان الصهيوني قبل أن يمثل أمام محكمة الجنائية الدولية، ولكن ما النتيجة؟ النتيجة أنا لا أعتقد أن هنالك نتيجة ترتجى لرفع الحيف عن أهلنا طالما أن المجتمع الدولي كله متكالب مع الصهاينة ضد أهلنا في فلسطين. يعني القانون الدولي الإنساني كذلك يعتبر التهجير القسري أحد وسائل التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ولكن كما قلت لكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي عبارة عن وسيلة بيد الدول الكبرى، وإسرائيل تعتمد على دعم هؤلاء من أجل تنفيذ مشاريعها. نعم. أيضا أستاذ زياد، في الجانب اللبناني نصر الله يعد بالرد العنيف على قصف الضاحية ويقول أن لبنان أمام فرصة تاريخية لتحرير أراضيه، هل ترى بالفعل أن حزب الله قادر على تنفيذ هذه التهديدات؟ ولماذا تأخر عن توسيع المعركة المستمرة منذ 91 يوم؟ أولا حزب الله هو يعني ذيل من ذيول طهران، وعندما تريد طهران أن تخوض الحرب فيفعل ذلك، وطهران ليس من مصلحتها أن تخوض الحرب ولا تعادي الكيان الصهيوني بالأصل، هي متواجدة في المنطقة وفي سوريا ولبنان والعراق واليمن من أجل تنفيذ مشاريعها، وما تقوله عن عدائها للكيان الصهيوني وتحرير القدس عبارة عن وسيلة لزر رمادي في العيون من أجل تحقيق مصالحها، ولذلك حزب الله لن يفعل شيئا إلا بأوامر طهران، وطهران لن تعطيه الأوامر على الإطلاق، هذا أمر مؤكد. ولو أراد نصر الله أن يخوض الحرب يعني أكثر من 3 شهور كانت كافية، لأن صواريخ هيفا وما بعد هيفا وأصبحت صواريخه تصل إلى النقب، ماذا فعل أهلنا في غزة؟ يموتون جملة، وخصوصا قادة حماس. نعم، قادة حماس طالبوا حزب الله بتدخل أكثر وضوح من ما يعني قدر. نشكركم الشكر الجزيل من لندن الكاتب والصحفي الأستاذ زياد المنجد، نشكركم، وكذلك نشكر الدكتور مأمون أبو عامر المحلل الفلسطيني الذي كان معنا على الهاتف في هذه المقابلة.